اللي ما عندوش ما يقدرش يجي مع هذه اللجنة. وخرجنا معاه بعد باش غتبقى قنطرة وحدة أخرى باش تحيدنا قنطرة راه قلنا لي وديت الأولى راه دازت في الاتفاقية الأولى السابقة. اسمعني يا سيد الرئيس راه باش غندي نبرمجوا واحد النقطة ونحطوها ودوز في النيجيان وداز في المكتب ونجيو حتى نهار الدورة ونقولوا غادي يوليو راه ممكن جديدا واش الناس ما معنيينش ديك الحديدية راه ما خاسرة والو يا سيد الرئيس. لا هي ماشي هما اللي كيقطعوا راه الناس راه الساكنة اللي باغا القطرة راه ماشي سكك الحديدية. راسي سي عبد البادي راه هو اللي كان رأس الاجتماع راه كان بخصوص هذيك النقطة اللي كانت غادي ترفض من جدول الأعمال وماش غادي تصوت عليها، هذيك كنا برمجناها في جدول الأعمال ودوزناها في الليجان وكانت المقترح ديال جوج ديال القنطرات اللي سحبنا منهم وحده وخلينا غير وحده حيتاش الثانيه ديال المفتاح الخير دوزناها في الدوره السابقه مقرر 20/2023 دازت، بقات القنطره الثانيه هي ديال ما بين كتربط ما بين حي البطوار والفرح اللي اليوم المجلس كان غادي يلغيها ما دوش في التصويت نظرا قال لك السكك الحديديه ما عندهمش البيجي باش يخدموها، ولكن الحمد لله بالتدخل ديالنا بقات هذيك النقطه وحتى الكلفه الاجماليه ديال باش غادي تصاوب هذيك القنطره الجهه كلها غتكلف بها ان شاء الله وهي اللي غادي تخدمها باذن الله. النقاش قال لك غادي نشوفوا مع السكك الحديديه ولكن خدينا واحد المقترح غادي نجلسوا معهم غنديروا معهم واحد الجلسه السيد رئيس الجهه والسيد العامل وغنجلسوا الى غادي يساهموا بشي حاجه من ديك 44 مليون ديال الدرهم مرحبا ما كانش غادي تخدمها الجهه كامله. الرئيس خضع العتيق ديالو دابا في الجلسه اللي جلس معها مع السيد العامل باش هو اللي غادي يخدمها ان شاء الله باذن الله من فلوس ديال الجهه. اذا الخارجات السابقه يعني ما كانش محسومه؟ لا من في السابق ما كانش محسومه قال لك يا ودي حنا ساهمنا في القنطره الاولى والمنشات الفنيه اللي دازوا في الدوره السابقه قال لك ساهمنا في القنطره الاولى ديال المفتاح الخير ما يمكنش نساهموا في هذه القنطره الثانيه ديال البطوار مع حي الفرح اللي قال لك ما عندناش فلوس حنا باش نخدموها وهما طلبوا باش هذيك النقطه ما تدوش. كان الرفض من الرئيس ولكن الحمد لله بالتدخل ديالنا الحمد لله بقات النقطه وتصوت عليها بالاجماع بالتدخل ديالي انا كمستشار جهه الدار البيضاء سطات وممثل اقليم سطات اللي كندافع على اقليم سطات برمتي. كانوا جوج قنطرات في المشروع الاول كانوا جوج دازت وحده وتقدمت وحده. لا مش كنوقف الامور ماشي تقول لي تاجيل سيد الرئيس نقول لك باش تقول لي الغاء سمح لي اذا كان خصني السطات دار الاقسام اجماع. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.